وينضم إلينا أيضا في هذه التغطية من تونس رئيس تحرير صحيفة الأنوار نجم الدين العكاري. أهلا وسهلا بك أستاذ نجم الدين، تعليقكم على كل ما يجري من مساء الأمس، القرارات التي اتخذها بالأمس رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي أيضا استكملها بقرارات اليوم، تفضل. هذه القرارات كانت قرارات منتظرة للشعب التونسي، رأينا أن الرئيس قيس سعيد انتصر للشعب التونسي وأعلن عن قرارات كأنها تنبع من فؤاد كل تونسي، كانت منتظرة نتيجة الفشل الكبير الذي جاءت به حكم حركة النهضة لمدة 11 عام متتالية، تدهورت فيها كل المؤشرات السياسية والتنموية والاقتصادية، ولم يجد التونسي أي نجاح في هذه الحكومة، دفع كثيرا من مقدرته الشرائية التي تردت، أيضا لم يجد التنمية ولم يجد التشغيل، كل المؤشرات سقطت، لهذا فإن كان الانفجار الشعبي الذي تم مساء أمس إثر إعلان رئيس الجمهورية، ورغم أن التوقيت كان توقيت حظر الجوانب، فإن كل التونسيين من مختلف الأعمار ومن مختلف الأطياف خرجوا إلى الشارع للتعبير عن فرحتهم لهذه القرارات التي كانوا ينتظرونها. الكثيرون في تونس كانوا يلومون رئيس الجمهورية سابقا عن عدم اتخاذه لقرارات بعد حديثه عن كل الإخلالات والتجاوزات التي كانت تقوم بها حركة النهضة والحكومة التي شكلتها بائتلاف مع ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، وعندما حدث هذه القرارات صدرت هذه القرارات انتفض الشعب فرحا بهذه القرارات لأنها كانت تنبع من داخله وكان ينتظرها منذ سنوات، كان ينتظر أن يبادر رجل من القيادات العليا في البلاد لإنقاذها، وما جعل الكثيرين يتحدثون عن عملية إنقاذ وطني قام بها الرئيس قيس سعيد، وهو ما زاد في رفع شرعيته التي نزلت نوعا ما خلال الفترة الماضية نتيجة بعض العتاب من الشعب التونسي لأنه أبطأ في اتخاذ مثل هذه القرارات، وكان في كل مرة يتحدث عن الفساد وعن الغرف المظلمة وعن الذين يتآمرون على استقرار البلاد. سيد نجم الدين اسمح لي، يعني بالأمس في كلمته قيس سعيد للتونسيين هو قال كان يجب أن أتخذ هذه القرارات قبل أشهر، إلى أي مدى هذا يقربه من الشارع التونسي من جهة، وإلى أي مدى الشارع التونسي اليوم أيضا الذي بدأ نهار الأمس بتظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والصحية أيضا سيشكل يعني نقطة تحول في العملية السياسية التونسية؟ نعم، الشارع التونسي هو كان في كل الأحداث التونسية هو السباق قبل الأطياف السياسية والأحزاب، نتذكر منذ ثمانينات القرن الماضي بما عرف وقتها بثورة الخبز، ثم حتى في الحراك الذي أطاح بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهذه المرة وفي كل مرة كان الشارع السباق هو الذي ينتفض ويحرك الطبقة السياسية وكأنه القاطرة التي تقود التغيير في تونس. اليوم الشارع التونسي أحس أن الرئيس قيس سعيد خرج من الشعب التونسي مثلما كان في الانتخابات الماضية، وهذه الآن قلت رغم بعض العتب الذي كان يبديه عديد من التونسيين على رئيس الجمهورية نتيجة تأخره، لكن عندما أصدح بهذه القرارات البارحة تحرك الجميع بقلب رجل واحد وحيوا هذه القرارات واعتبروها قرارات نابعة من داخلهم قبل أن تنبع من قلبي وفؤادي وعقلي رئيس الجمهورية، لهذا كان الانفجار الشعبي وكانت الهبة الكبيرة التي قوبلت بها هذه القرارات في كل مدن الجمهورية، والتي قامت بفرز حقيقي بين الذين ينتصرون إلى الوطن التونسي وإلى خياراته والذين يحسون بأزماته وطالبون بعملية إنقاذ، وبين بقية الذين يتشكلون من حركة النهضة وبعض الموالين لها من بعض الأحزاب الصغرى الآن في الشارع التونسي، رغم أن عددها في البرلمان كبير لكن اليوم ظهرت في الشارع اللي هي صغيرة وتمثل أقلية في الشارع ولم نرى لها وجود مثل ما كانت تتكلم به قياداته وحتى في الشارع اليوم حتى أمام بارد وفي غياب كامل في بقية أنحاء الجمهورية لم يكن لهم وزن، لم يعلو صوتهم كثيرا. الدعوة الآن إلى الاعتصام قلب البرلمان التي تبديها قيادات
البلاد حركة النهضة وغيرها هي محاولة لجر البلاد إلى العنف ونسج سيناريو رابعة في مصر، لكن يبدو أن القيادات الأمنية والعسكرية ستكون بعيدة وستحميها ولن تسقط في استفزازاتهم. أيضا هنالك خطوات منتظرة سيقوم بها رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية الآن ومنذ تقريبا ساعة في لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تقريبا بارك هذه القرارات، ولكن له بعض التحفظات والرؤى الأخرى التي ستتوضح وسيتم الإعلان عنها. لكن هنالك إعادة النظر في تركيبة الحكومة. يبدو أن رئيس الجمهورية متجه إلى تعيين رئيس للحكومة وإلى تغيير بعض المناصب ومنها وزير الصحة وأيضا وزير الدفاع بعد إعفاء وزير الدفاع الحالي. ويبدو سنتحدث أن سيد نجم الدين، أعتذر عن المقاطعة، سنتحدث عن كل هذه المواضيع لكن اسمح لي أن أعود إلى السيد محمد المسليني. أود أن أسألك سيد محمد أيضا عن نقطة وقرار اعترضت عليه حركة النهضة، ائتلاف الكرامة، وهو فيما يتعلق برفع الحصانات. لماذا برأيكم هذا الاعتراض على هذه النقطة تحديدا؟ هل هناك تخوف من محاكمات، من ملفات ستفتح؟ لأنه يعني ما يحصل هو تغيير شامل. التعليق على هذه النقطة كيف تفسره؟ بالتأكيد هو الخوف من رفع الحصانة هو يجر هؤلاء الناس الذين لهم ملفات قضائية ولهم كثير من التجاوزات أمام القضاء، هذا لا شك ولا اختلاف في ذلك. هناك من يتعدى يوميا على الرئيس في شخصه وفي على الرئاسة كمؤسسة ويتحصن بالحصانة وترفض المؤسسة الأمنية جلبه، رغم أن في بطاقة جلب من المؤسسة من المحاكم العسكرية وغيره في كثير من النواب المطلوبين للعدالة ولا تتعلقت بهم جرائم واضحة، ولكن تحصنوا بالحصانة من أجل الإفلات من العقاب. رفع الحصانة عن هؤلاء يجعل ملاحقتهم قضائيا عملية في المتناول، ويجب أن كل من تجاوز وكل من أجرم ينال جزاء. هذا إجراء أعتقد أنه إجراء سليم في محله، حتى يصبح أي نائب النيابة لا تسمح لأي حد أن يتطاول على الدولة، يتطاول على المؤسسات، يتطاول على الـ على الـ على المواطنين. اليوم عندما نشوف بعض التصرفات لبعض النواب من النهضة ومن ائتلاف الكرامة ومن قلب تونس ومن غيرهم، فيه تطاول كبير جدا على الدولة، على مؤسساتها، خرق للقانون، تعدي على المؤسسات الدولة، استعمال الصفة من أجل القيام بأشياء خطيرة. هناك الحديث على استهلاك مخدرات، هناك حديث على فساد، هناك حديث على تهريب، هناك حديث على تخابر مع دول أجنبية. يعني هذه كلها تهم موجودة ويتداولها الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي وتتداول في الإعلام، ولكن نتيجة التحصن بهذه الحصانة وحماية رئيس البرلمان لكل هؤلاء الفاسدين ورفض أن مرورهم أمام لجنة رفع الحصانة جعل هؤلاء محميين. وهذا طبعا الإجراء سيمكن الدولة والقضاء من تقديم كل هؤلاء الناس اللي ثبت أو يثبت ارتكابهم لجرائم في حق الناس وحق المواطنين وحق الدولة وحق مؤسسات الدولة إلى القضاء لينالوا جزاهم. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من تونس، القيادي في حركة الشعب ووزير التجارة السابق محمد المسليني، شكرا جزيلا لك. أعود وأرحب بضيفنا من تونس رئيس تحرير صحيفة الأنوار نجم الدين العكاري. سيد نجم الدين، تابعنا قبل قليل المواقف الدولية الألمانية، الاتحاد الأوروبي وأيضا الروسية. هناك العديد من المواقف الدولية التي يعني تتابع الشأن التونسي وتدعو الأطراف إلى يعني تمرير هذه الفترة، تشيد نوعا ما برئيس الجمهورية وهذه القرارات. برأيك كيف ستنعكس هذه المواقف أو كيف ستؤثر على ما يجري في الداخل التونسي؟ مبدئيا كل المواقف الدولية التي اطلعنا عليها إلى حد الآن
لم تعارض ما جرى في تونس والقرارات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وحتى المتحفظة أرادت المرور من هذه الفترة وعدم الدخول في حلقة من العنف من هنا أو هناك، وطلبت بالخروج بأقل التكاليف والمضي فيها قدما. لكن هنالك كما أسلفت هنالك انتظارات خلال الفترة القريبة القادمة، وستصدر أوامر رئاسية وقوانين أو مراسيم تنظم العمل السياسي وتشرح بقية القرارات التي كان أعلن عنها رئيس الجمهورية البارحة، ومنها ترميم الحكومة بتعيين رئيس حكومة، وبدأت بعض التسريبات تؤكد إلى وجود بعض الأسماء من خاصة من الحكومة الماضية حكومة الفخفاخ، وأيضا هنالك من يتحدث عن تخصيص أو تعيين مدير الصحة العسكرية كوزير للصحة، باعتبار أن الصحة العسكرية هي التي ستتولى إدارة أزمة كورونا وتوزيع اللقاحات وأيضا كل التجهيزات الطبية التي جاءت من المساعدات، وستتولى القيادة. نعرف أن تجربة الجيش الوطني في التطعيم والتلقيح خلال أيام قليلة في محافظتي تطاوين وسليانة كانت كبيرة جدا وأقوى بالنسق الوطني بكثير، وهي الآن ستتصرف في هذا الشأن. أيضا هنالك لقاءات منتظرة، أولها الآن مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، أكيد ستكون هنالك لقاءات بأكثر القيادات السياسية. هنا حول هذه النقطة سيد نجم الدين، التقى رئيس تونسي مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض، كان له سلسلة مواقف تابعة ويعني انضم وضم صوته إلى ما قاله رئيس الجمهورية، ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه من أنه يجر البلاد إلى يعني العنف. برأيك مواقف الاتحاد التونسي للشغل أيضا كيف ستؤثر على هذه المرحلة الانتقالية، وخاصة وأنه دوره كبير جدا في تونس؟ صحيح، الاتحاد العام التونسي للشغل ليس طرفا سياسيا في المعادلة، لكن تأثيره كبير جدا باعتباره قوة اجتماعية وقوة تعديلية في المشهد السياسي الوطني، وهو قادر على إدارة الشارع كأكبر قوة في البلاد، وهو أيضا قريب جدا من قرارات رئيس الجمهورية ولم يعارضها، لكنه لديه بعض التحفظات أو بعض الاستفسارات حول كيفية التصرف خلال الشهر الذي يقترحه الدستور وتحدث عنه أيضا رئيس الجمهورية. أكيد أن ما سيفرزه هذا اللقاء وسيتم الإعلان عنه في القريب سيؤكد هذه الصورة، وسيعطي دعما شعبيا ودعما مجتمعيا لقرارات رئيس الجمهورية في الفترة القادمة. نجد أيضا عديد الأحزاب السياسية ساندت هذه القرارات، والقليل جدا التي اعتبر أن قرارات رئيس الجمهورية تقترب من الانقلاب على الأقل على الدستور وعلى القرارات التي تضمنها. يبدو أن الانفراج سيتواصل تدريجيا بتواصل صدور القرارات رئيس الجمهورية التنظيمية والتسييرية. ما المتوقع برأيكم الآن سيد نجم الدين في الساعات القليلة المقبلة؟ أعتقد أن أولى القرارات هي الشروع في اتخاذ قرارات للإصلاح المنظومة الانتخابية والمنظومة السياسية بصفة عامة، ويبدو أن هنالك اتجاه ننتظره وينتظره أيضا الشارع التونسي في إلقاء القبض على بعض الفاسدين من رجال الأعمال أو غيرهم، ويمكن أن ينطلق التحقيق باعتبار أن كل الدوائر القضائية حسب المجلس الأعلى للقضاء في إطار مقاومة وباء كورونا وأيضا العطلة القضائية، يبدو أن المحاكمات لن تنطلق قريبا، لكن التحقيق سيبدأ مع الذين لديهم قضايا جارية في المحاكم وتوقفت نتيجة اختفاء أصحابها وراء الحصانة بصفة مكتوبة. نعرف أن الكثير من نواب مجلس النواب يبدو أن عددهم يقترب من 60 نائبا لديهم قضايا مختلفة، قضايا جزائية، قضايا في الفساد، قضايا
في الإرهاب وفي التسفير وفي غيرها انطلق البحث فيها، وهي قضايا مفتوحة تم إغلاقها في خلال الفترة القادمة، لكن الأيام القادمة ستشهد تحريك هذه القضايا، وربما دعوة هؤلاء إلى الاستماع لهم وتنظيم محاكمات عادلة. ولا أدري إن كان سيتم اعتقالهم أم سيتم البحثهم وهم في حالة صراح، باعتبار أن البلاد مغلقة ولا يمكن خروج أي طرف منها، رغم أن المطار ما زال يعمل بطريقة عادية، لكن بتدقيق كبير لكل من سيسافر خارج الوطن، ولا يمكن لأي شخص متهم أن يهرب، وأكيد أن هنالك لوائح لدى شرطة المطار في كل الأسماء المشتبه فيها. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من تونس، رئيس تحرير صحيفة الأنوار نجم الدين العكاري، أعتذر على المقاطعة، انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك.